شخص عايز ينجح في الحقيقة دايما هنلاقيه بيفكر بشكل مختلف وبيجري ورا الحاجة اللي بيحبها علشان يقدر يرضي شغفه، وده اللي عمله المهندس مصطفى صدقي اللي رغم ان هو اتخرج من هندسة ميكانيكا الا ان حبه للفن الاسلامي دفعه ان هو يعمل مشروعه الخاص بيه اللي هو ايه؟ اللي هو ورشته في محاولة لإحياء التراث الاسلامي من فن الارابيسك، الفن يعني من الارابيسك وصناعة الاساس، اساس البيوت، علشان يرجع تاني فن مهم جدا زي ده للبيوت المصرية. تعالوا مع بعض دلوقتي نتعرف أكتر على مشروعه في التقرير اللي جاي ونرجع لكم مرة تانية. انا اخدت قرار ان انا اغير المجال بتاعي واخش في المجال ده لاني حابب اصلا مجال الفنون ومجال الزخارف الاسلاميه بشكل عام، وما كنتش حابب مجال الميكانيكا اللي انا شغال فيه، فكنت مستني الفرصه المناسبه ان اقدر اعمل النقله دي. اللي شدني ليه بشكل عام طريقه التصميمات بتاعته، التصميمات الهندسيه بشكل عام اللي موجوده في العماره الاسلاميه هي اللي شدتني للمجال ده كدراسه كتحليل كتنفيذ، ازاي تتحول لتصميمات، ازاي تطلع منها منتجات مختلفه بعد كده. هو بشكل عام الفن الارابيسك او الفنون الاسلاميه بشكل عام مشكلتها ان هي فعلا بتندثر عندنا، هي موجوده خلاص في المباني الاثريه، ودلوقتي الناس مقفوله شويه منها لانه اللي بيشوف الحاجات دي بيشوف طبعا 10 تصميمات موجودين على الانترنت، هم دول بس اللي بيستخدموا بطريقه معينه بالوان ثابته، فالناس خلاص زهقت منهم، في حين ان احنا عندنا الاف التصميمات، بس ده اللي الناس ما تعرفوش. الناس في الاول كانت عندها حته القفله شويه، فن اسلامي لا مش عايزين، لما بداوا يشوفوا الحاجه اللي هم ما يعرفوهاش، التصميمات اللي ما اتشافتش، التطبيقات اللي ما اتشافتش، المنتجات اللي واخده الحاجات دي، لا الموضوع اختلف تماما والاقبال عليه بقى متزايد جدا، وردود الفعل من الناس ان فعلا ازاي الحاجه دي بتاعتنا احنا ما شفناهاش قبل كده وما نعرفهاش وما نشتغلش بيها. الاشكال اللي بشتغل عليها بتبقى اغلبها مستوحاه من العماره المملوكيه اللي موجوده عندنا المنطقه بتاعت القاهره المملوكيه عند السلطان حسن والرفاعي وشارع الضرب الاحمر وصحراء المماليك، فيها كم من التصميمات كتير جدا زي التصميمات اللي شايفينها عندنا في المنتجات اللي ورانا دي، مستوحاه مثلا من مسجد الصالح طلائع اللي عند باب زويله. بنروح الاماكن دي بنبدا نفهم التصميمات اللي عليها، نحللها، نرسمها، نعيد انتاجها بشكل معاصر، نطبقها على المنتجات المختلفه. فن الارابيسك اختفى هو والفنون الاسلاميه الحقيقه مش لوحده، هو اغلب الفنون واغلب الحاجات المتعلقه بالتراث واللي هي بتوعنا اختفوا خلال الفتره ال100 او ال200 سنه اللي فاتوا لاسباب كتير جدا. المنتج عندي بيتعرض على الويب سايت او على الصفحه على الانترنت او بنزله في اماكن بتبيع منتجات وبياخدوا نسبه من المبيعات وبيع للزباين بشكل عام على طول. شغل الارابيسك طبعا كان صعب زمان لان هو كان بيتعمل يدوي، لكن دلوقتي طبعا الموضوع اتسهل علينا كتير لان بنعمله على مكن وراوتر كمبيوتر، حاجات كمبيوتر بقت تطلعه اجود من الاول واحسن ويبقى شكله افضل من الاول بكتير. هو كان زمان بياخد وقت كتير عن دلوقتي، يعني مثلا وحده زي وحده الاضاءه ديت كان بتتعمل يدوي مثلا ممكن تقعد لها شهر، لكن دلوقتي بتقعد يوم، فده اللي كان وكانت مكلفه اكتر بكتير زمان لما كانت بتعمل يدوي وكانت بتتكلف كتير جدا، لكن دلوقتي بتتكلف حاجه قليله لان شغل المكن وبيدي انتاج، يعني لو عايز يعمل 100 وحده بيعملهم مثلا في وقت قصير جدا.